أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وحملة عرشك الذين لا يفترون من تسبيحك ولا يسأمون من تقديسك ولا يستحسرون من عبادتك ولا يؤثرون التقصير على الجد في أمرك ولا يغفلون عن الوله إليك وإسرافيل صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الإذن وحلول الأمر فينبه بالنفخة صرعى رهائن القبور وميكائيل ذو الجاه عندك والمكان الرفيع من طاعتك وجبريل الأمين على وحيك المطاع في أهل سماواتك المكين لديك المقرب عندك والروح الذي هو على ملائكة الحجاب والروح الذي هو على ملائكة الحجاب والروح الذي هو من أمرك اللهم فصلي عليهم وعلى الملائكة الذي من دونهم من سكان سماواتك وأهل الأمانة على رسالاتك والذين لا تدخلهم سأمة من دؤوب ولا إعياء من لغوب ولا قتور ولا تشغلهم عن تسبيحك الشهوات ولا يقطعهم عن تعظيمك سهو الغفلات الخشع الأبصار فلا يرومون النظر إليك النواكس الأفقان الذين قد طالت رغبتهم فيما لديك المستهترون بذكر آلائك المتواضعون دون عظمتك المستهترون بذكر آلائك والمتواضعون دون عظمتك وجلال كبريائك والذين يقولون إذا نظروا إلى جهنم تسفروا على أهل معصيتك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فصلي عليهم وعلى الروحانيين من ملائكتك. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى ندخل في مسألة جديدة وفي دليل عقلي جديد. وهو الوجوب الغيري لمقدمات الواجب
الوجوب الغيري لمقدمات الواجب. هذه هي المسألة العقلية الجديدة، القضية العقلية الجديدة، الدليل العقلي الجديد. تطرقنا في بحوث سابقة إلى مسؤولية المكلف للإتيان بمقدمات الواجب، قلنا مقدمات الوجوب المكلف غير مسؤول عنها لأنها تتحقق قبل الوجوب، والوجوب يتوقف عليها، فمن أين تحصل المسؤولية للمكلف أو على المكلف حتى يأتي بها؟ فلا مسؤولية بالنسبة إلى مقدمات الوجوب ولا مسؤولية بالنسبة إلى مقدمات الوجوب والواجب معا. قلنا المسؤولية تنحصر في مسؤولية المكلف في الإتيان بالمقدمات، تنحصر بمقدمات الواجب، لأن الوجوب فعلي فعليه أن يأتي بالواجب، والواجب يتوقف على هذه المقدمات، فيحكم العقل بلزوم الإتيان أو بمسؤولية المكلف بالإتيان بهذه المقدمات التي بسببها أو هي تكون علة أو كمقدمة ل وجود الواجب. إذن الوجوب المكلف، لو صح التعبير، نعم هذه العبارة أدق، نقول المكلف مسؤول عقلا عن توفير المقدمات العقلية، وكذلك هو مسؤول عقلا عن توفير المقدمات الشرعية. يكفي أن يقول المولى الوضوء مقدمة للصلاة، أشارة، وهذه مقدمة شرعية، لكن لا يقول يجب الإتيان بالمقدمة، وإنما العقل يحكم بوجوب الإتيان بالمقدمة. العقل يحكم بمسؤولية المكلف بالإتيان بالمقدمة بالوضوء في المثال، دون أن يقول المولى يجب الوضوء، فقد قال المولى الوضوء مقدمة للصلاة. إذن المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية، المكلف مسؤول بالنسبة للواجب، المكلف مسؤول عن الإتيان بها عقلا، لأن المكلف لا يمكنه الامتثال إلا بالإتيان بالمقدمة، فيحكم العقل بوجوب الإتيان بالمقدمة حتى يمتثل الواجب. وهذا يعني أن المقدمات تتصف بالوجوب العقلي، وهذا لا إشكال فيه. إذن مقدمات الواجب واجب عقلا، فيه إشكال هذا الأمر؟ ليس بإشكال، والكلام المتقدم تحدثنا عن الوجوب وجوب المقدمات، هو الكلام في الوجوب العقلي. واضح المسألة؟ إذن انتهينا. إذن المقدمات مقدمات الواجب واجب عقلا، العقل يحكم بوجوب الإتيان بها، العقل يحكم بمسؤولية المكلف عن الإتيان بمقدمات الواجب. الآن نخطو خطوة أعمق في البحث، نقول، نسجل هذا الاستفهام، نقول تلك المقدمات العقلية والشرعية التي هي واجبة عقلا كما بينا قبل قليل، المتصفة بالوجوب العقلي، هل تتصف أيضا بالوجوب الشرعي؟ نقول هي واجبة عقلا، لكن هل أيضا هي واجبة شرعا أو لا؟ يتوقف الوجوب على الوجوب العقلي وهي ليست واجبة شرعا. بتعبير آخر، نحن نتحدث عن أي شيء؟ نتحدث عن وجوب، عن مقدمات الواجب. الواجب هو واجب شرعي، والمقدمات قلنا هي واجبة عقلا، لأن الواجب لا يتحقق ولا يمكن امتثال الواجب إلا بالإتيان بالمقدمة. الآن نقول هل أن المقدمة إضافة إلى وجوبها العقلي فهي واجبة شرعا لأنها مقدمة لواجب شرعي؟ فهل هي واجبة شرعا أيضا، لو صح التعبير، تبعا لوجوب ذيها أو وجوب الواجب، لوجوب ذي المقدمة أو وجوب الواجب؟ هل هي تابعة لوجوب الواجب؟ هل يترشح لها وجوب من الواجب أو يترشح عليها وجوب من الواجب؟ وجوب قلنا الواجب واجب شرعا، فهل يترشح عليها وجوب شرعي من الواجب، أو تكون واجبة شرعا تبعا لوجوب الواجب الشرعي؟ إذن مقدمات الواجب الشرعية، لاحظ، مقدمات الواجب الشرعية والعقلية واجبة عقلا، هذا شيء محل وفاق. مقدمات الواجب الشرعية كالوضوء، المولى فقط يقول الصلاة بطهور، أو الوضوء مقدمة للصلاة، أو الصلاة لا تصح إلا بطهور. أو من وضوء لو صح التعبير، فيكون الطهور
أو الطهارة المائية أو الترابية تكون مقدمة للصلاة، لكن المولى لم يقل بأنها واجبة، لكن العقل يحكم بوجوب الإتيان بهذه المقدمة، لأنه لا تقع الصلاة إلا بطهور. هذه مقدمة شرعية وهي واجبة عقلا، والمقدمة العقلية كما في مثال الحج يهيئ مقدمات بعد أن تتحقق الاستطاعة، فيهيئ جواز السفر ويسجل في القافلة ويلتحق بالقافلة وهي أسباب السفر معهم. الآن نقول هذه المقدمات الشرعية والعقلية الواجبة عقلا، مسلمة مقدمات شرعية واجبة عقلا، مقدمات عقلية واجبة عقلا. الآن نقول الوجوب العقلي مسلم بالنسبة لمقدمات الواجب. الآن نأتي نقول هل هذه المقدمات أيضا واجبة إضافة إلى وجوب العقل فهي واجبة شرعا؟ طبعا طرح مثل هذا الأمر لابد من ترتب الثمرة عليه، وإلا لا يكون فيه إفادة، والثمرة يأتي إن شاء الله البيان بخصوصها. لكن الآن الكلام نقول هذه المقدمات واجبة عقلا. الآن السؤال هل هي واجبة شرعا أيضا أو لا؟ يترشح عليها الوجوب من ذي المقدمة من الواجب، يترشح عليها أو تكون تابعة بالوجوب الشرعي بتبعيتها لذي المقدمة للواجب؟ إذن تلك المقدمات هذا الاستفهام، تلك المقدمات العقلية والشرعية المتصفة بالوجوب العقلي هل تتصف أيضا بالوجوب الشرعي تبعا لوجوب ذيها، أو تبعا لوجوب ذي المقدمة أو تبعا لوجوب الواجب؟ احفظ هذا الشيء ويكون في بالك ماذا نقصد بالوجوب الغير المقدمات، أي نقصد الوجوب الغيري الوجوب الشرعي الغير المقدمات، أما الوجوب العقلي المقدمات فهو مسلم، حتى تعرف هذه القضية وتكون واضحة عندك. أي نطرح الاستفهام بعبارة أخرى نقول هل يترشح على المقدمات في نفس المولى، لو صح التعبير في ذهن المولى، في نفس المولى، هل يترشح على المقدمات في نفس المولى في ذهن المولى؟ ونتحدث بالإرادة نقول في نفس المولى. هل يترشح على المقدمات في نفس المولى، يترشح على المقدمات إرادة من إرادته للواجب الأصيل، يعني المولى في نفسه يريد الواجب الأصيل، هل يترشح في نفس المولى أيضا إضافة لإرادة الواجب الأصيل، يترشح منه إرادة لمقدمة الواجب، صارت إرادة مولوية؟ صار حب مولوي لو صح التعبير، إذن تابع لها شرعا بنفس يعني يترشح عليها الحب المولوي، الإرادة المولوية، الشوق المولوي. إذن تترشح عليها لو صح التعبير مبادئ الحكم الشرعي، مبادئ الوجوب. إذا لم نقل بأن يترشح عليها أو تكون واجبة أيضا اعتبارا وواجبة في مرحلة الاعتبار والجعل، نقول لا أقل من يترشح عليها الحب المولوي، المولى إذا اشتاق إلى ذي المقدمة فهو يشتاق إلى المقدمة، إذا أحب ذي المقدمة فهو يحب المقدمة، إذا اشتاق إلى ذي المقدمة أو إذا أحب ذي المقدمة فهو يحب المقدمة أو يترشح حب للمقدمة، ليس لي نفسها ولي شخصها وإنما للواجب الأصلي، لأنها السبب لو صح التعبير أو من الأسباب التي تحقق الواجب أو من المقدمات التي يتوقف عليها الواجب. إذن نقول هل يترشح المقدمات في نفس المولى، هل يترشح إرادة من إرادته للواجب الأصيل، يعني قلنا في نفس المولى يوجد إرادة للمولى للواجب الأصيل، المولى يريد الواجب الأصيل، هل يترشح من هذه الإرادة إرادة للمقدمة بأن المولى أيضا يريد المقدمة، يحب المقدمة، يشتاق للمقدمة؟ هذا الشيء الأول. إذن الكلام في إرادة، في الإرادة هل تترشح إرادة؟ وبعد ذلك إذن ملاك لا يوجد في المقدمة، ملاك الكلام الملاك محصور فيه للمقدمة، لكن هل يريد، هل يشتاق للمقدمة، هل يحب المقدمة؟ إذن الكلام في مبادئ الحكم ويختص في مرحلة الإرادة والشوق والحب، ليس في مرحلة الملاك. بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الثالثة من مرحلة الجعل لو صح التعبير، وهي مرحلة الجعل، نسميها مرحلة الاعتبار، مرحلة الحكم، مرحلة الوجوب. الآن نقول
هنا قلنا هل يترشح حب من أو إرادة، من إرادة ذي المقدمة أو من إرادة الواجب إلى المقدمة، هل يترشح من إرادة الواجب إرادة للمقدمة؟ هنا نقول هل يترشح من وجوب الواجب يترشح وجوب للمقدمة، وهل يترشح على المقدمات في نفس المولى يترشح وجوب من إيجابه للواجب الأصيل، من إيجابه للمقدمة هل يترشح وجوب؟ إذن الكلام في، لو صح التعبير، في مرحلتين، في مرحلة الإرادة وفي مرحلة الجعل. هل تترشح إرادة من إرادة ذي المقدمة إلى المقدمة، وهل يترشح جعل من جعل ذي المقدمة إلى المقدمة، أو وجوب من وجوب ذي المقدمة إلى وجوب المقدمة؟ هل يترشح وجوب؟ هل يترشح إرادة؟ إذن كلام في الوجوب وفي الإرادة. يوجد عندي ثلاثة أقوال، إذن لجواب الاستفهام نقول يوجد ثلاثة أقوال. القول الأول، وهذا لنبين قبل أن نجيب، نقول إذا من يقول بوجود ترشح إذن نقول يوجد ملازمة، بعد أن تثبت بأنه يوجد ترشح يوجد وجوب شرعي، إذن نقول يوجد ملازمة بين حكم بين المقدمة وبين ذي المقدمة، لو صح التعبير. أي إذا وجب الواجب وجبت المقدمات، وجبت مقدمات الواجب. أي يوجد ملازمة، إذا قلنا المقدمة أيضا واجبة ويترشح عليها الوجوب، إذن يوجد ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته. وإذا نفينا نقول لا يوجد ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته. أنا طرحت، قلت الكلام سيكون في مرحلتين، مرحلة حب ومرحلة حب، مرحلة إرادة لنقول، ومرحلة وجوب. إذن مرة سنقول يترشح حب ولا تترشح، يترشح حب وإرادة ولا ترشح وجوب، ومرة نقول يترشح الوجوب طبعا والإرادة معه، ويكشف عن ترشح الإرادة، ولا يمكن أن نتصور ترشح الوجوب دون ترشح الإرادة. هذه صارت صورة ثانية. إذن عندي صورة، مرة نقول يترشح حب من ذي المقدمة وإرادة من ذي المقدمة إلى المقدمة، إذن يوجد ملازمة بين حب المقدمة، بين حب المقدمة وحب حب المقدمة وحب المقدمة، ملازمة بين حب المقدمة وحب المقدمة، ملازمة بين إرادة ذي المقدمة وإرادة المقدمة. هذه الصورة الأولى، الملازمة. الملازمة الثانية نقول الوجوب يترشح أيضا إضافة الإرادة، فنقول إذن يوجد تلازم بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة. ومرة ننفي الاثنين، ننفي الملازمة. إذن قلنا إما توجد ملازمة، ووجود الملازمة على صورتين، يوجد ملازمة بين حب الواجب وحب مقدمات الواجب، بين إرادة الواجب وإرادة مقدمات الواجب، بين مبادئ الواجب لو صح التعبير ومقدمات الواجب. إذن عندي الصورة الأولى، يوجد تلازم وملازمة بين حب ذي المقدمة وحب المقدمة، بين إرادة ذي المقدمة وإرادة المقدمة. الصورة الثانية من الملازمة أنه إضافة للحب يوجد لا ترشح أكثر من هذا، يوجد ترشح في الوجوب، أي يوجد ملازمة في الوجوب، أي يوجد ملازمة بين وجوب المقدمة، وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، ملازمة بين وجوب الواجب ووجوب مقدمات الواجب. الصورة الثالثة قلنا لا يوجد ملازمة لا في مرحلة الحب والإرادة والشوق، ولا في مرحلة الجعل والحكم والوجوب. والصورة الأخرى قلنا غير متصورة، بأنه نتصور يوجد وجوب يترشح ولا تترشح إرادة، هذه غير متصورة. يوجد إرادة
دون الوجوب ممكن يوجد إرادة ووجوب، أما وجوب بدون إرادة هذه غير متصورة. إذن عندي قول الآن، عندي قول وهو الآن طرحناه لنقول الأخير، ننفي وجود ملازمة بين حب المقدمة وحب المقدمة، حب المقدمة وحب المقدمة، وننفي وجود الملازمة بين وجوب مقدمة ووجوب المقدمة. إذن نفينا الملازمة مطلقا. إذن عندي القول الأول هو انتفاء الملازمة، أي لا يوجد ملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، كذلك لا يوجد ملازمة بين إرادة شيء وإرادة مقدمته. هذا القول الأول. القول الثاني لنقول عكس ذلك القول، عكس ذلك القول الأول، القول الثاني نقول يوجد ملازمة. إذن هناك نفي الملازمة مطلقا، هنا نقول وجود ملازمة مطلقا. كيف؟ نقول يوجد ملازمة بين حب الشيء وحب مقدمة الشيء، ويوجد ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمة الشيء. إذن يوجد ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ويوجد ملازمة بين إرادة الشيء وإرادة مقدمته. هذا القول الثاني. القول الثالث هو القول بالتفصيل، يقول في مرحلة، لو صح التعبير الآن في المرحلة، نقول التفصيل بين الإرادة أو مرحلة الإرادة ومرحلة الجعل أو مرحلة الوجوب أو مرحلة الحكم. في مرحلة الإرادة وهي مرحلة الحب ومرحلة الشوق يوجد ملازمة بين حب الشيء وحب مقدمته، ولكن في مرحلة الوجوب، مرحلة الجعل، مرحلة الحكم لا يوجد ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. إذن القول الثالث هو القول بالتفصيل. إذن قول يثبت الملازمة مطلقا في الوجوب، في الوجوب وفي الإرادة، وقول ينفي الملازمة مطلقا في الوجوب وفي الإرادة، وقول يفصل يقول يوجد ملازمة في الإرادة ولا يوجد ملازمة في الوجوب. واضحة المسألة. نرجع مرة أخرى إلى القول الأول. القول الأول يشير إلى انتفاء الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، أي لا يوجد ملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمة الشيء، كما لا يوجد ملازمة بين إرادة الشيء كما لا يوجد ملازمة بين إرادة الشيء وإرادة مقدمته. هذا القول الأول انتهينا منه. نأتي للقول الثاني. القول الثاني قلنا يقول بثبوت الملازمة مطلقا، أي أليف ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، والوجوب المترشح على المقدمة ماذا يسمى؟ يسمى بالوجوب الغيري. وأيضا يوجد ملازمة بين باء، هذا الفرع باء، أيضا يوجد ملازمة بين إرادة الشيء وإرادة مقدمته، والإرادة المترشحة على المقدمة تسمى بالإرادة الغيرية أو الحب الغيري أو الشوق الغيري، أي شيء تريد أن تسميه سميه. وعندي الكلام هنا أيضا في القول الثاني، يوجد عندي لنقول عندي نقطتان، أو أولا الكلام في أولا وثانيا. أصحاب القول الثاني الذين يقولون بالملازمة يتفقون على عدة أمور. أصحاب القول بالملازمة يتفقون على عدة أمور، الملازمة بين أي شيء وأي شيء، الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمة الشيء، الملازمة بين إرادة الشيء وإرادة المقدمة وإرادة مقدمة الشيء. على أي شيء يتفق أصحاب القول الثاني الذين يقولون بالملازمة؟ يتفقون على، أولا يتفقون على أن الوجوب الغيري، أن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي، أي يترشح، يعني لنقل يترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي، أي الوجوب النفسي، وجوب الواجب، وجوب المقدمة، وجوب الشيء، هو السبب في وجود الوجوب الغيري، هو المنشأ في وجود الوجوب الغيري. إذن إذا قلنا بأن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي، يترتب على هذا أي شيء؟ إذن يتفقون على أن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي، وعليه أيضا يسلمون بعدة أمور. أليف، لا يمكن أن يكون الوجوب الغيري
سابقا في الحدوث على الوجوب النفسي، لا يمكن أن يتقدم المعلول على العلة. إذن لا يمكن أن يكون الوجوب الغيري سابقا في الحدوث على الوجوب النفسي، لا بد من تقدم الوجوب النفسي، هذا الشيء الأول. با، لا يمكن أن يتعلق الوجوب الغيري بقيود الوجوب، لا يمكن أن يتعلق الوجوب الغيري بقيود الوجوب. لماذا؟ لأننا في أليف قلنا لا يمكن أن يكون الوجوب الغيري سابقا في الحدوث على الوجوب النفسي، إذن الوجوب النفسي يتقدم على الوجوب الغيري، الوجوب النفسي يتقدم على الوجوب الغيري. الآن نتحدث عن الوجوب النفسي الذي هو متقدم ويسبق الوجوب الغيري. الوجوب النفسي هل هو يتقدم على مقدمات الوجوب أو الوجوب أو المقدمات الوجوب تتقدم على الوجوب النفسي؟ نقول لا، مقدمات الوجوب تتقدم على الوجوب النفسي. إذن عندي مقدمات الوجوب وبعدها يعني تحدث، إذن تسبق مقدمات الوجوب هي أولا في السبق، وبعدها الوجوب النفسي، وبعد الوجوب النفسي الوجوب الغيري. إذن الوجوب الغيري متأخر ومقدمات الوجوب النفسي متقدمة. هل ممكن أن يتعلق المتأخر بالمتقدم؟ لا يمكن. إذن لا يمكن، لأنه المقدمات مقدمات الوجوب حادثة وحاصلة، لأنها لو لم تحصل ولم لم تحدث لما تحقق الوجوب، فهي متحققة، فما فائدة الوجوب المتأخر الذي يتعلق بها بعد ذلك الوجوب الغيري؟ وهو متأخر، وهو لو صح التعبير معلول عنها، لأن المقدمة علة للوجوب النفسي، المقدمات مقدمات الوجوب علة للوجوب النفسي، والوجوب النفسي علة للوجوب الغيري. فتكون المقدمات بحكم العلة للوجوب الغيري، فكيف هذه تتعلق بتلك؟ كيف يتعلق الوجوب الغيري بتلك المقدمات؟ إذن نقول وعليه لا يمكن أن يكون الوجوب الغيري سابقا في الحدوث على الوجوب النفسي، هذا أليف باء، لا يمكن أن يتعلق الوجوب الغيري بقيود الوجوب. لماذا؟ لأن الوجوب النفسي لا يوجد إلا بعد افتراض، لاحظ، بعد افتراض وجود قيوده، أي أن قيود الوجوب النفسي تسبق الوجوب النفسي، وبما أن الوجوب النفسي يسبق الوجوب الغيري، إذن قيود الوجوب تسبق الوجوب الغيري، فكيف يعقل أن يتعلق بها الوجوب الغيري وهو متأخر عنها ويتحقق بعدها أو بعد افتراضها لو صح التعليم؟ هذا أليف وباء. وجيم أيضا هذا يترتب على نقطة الاتفاق الأولى، وهي أن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي. جيم، الوجوب الغيري يتعلق بقيود الواجب ومقدمات الواجب العقلية والشرعية، وهذا المبحث اليوم. نقول وجوب غيري بأي شيء؟ بالمقدمات. وأي مقدمات نقصد؟ المقدمات العقلية والشرعية المتعلقة بالواجب كما بينا. وعندما نقول في الواجب، أي قيود الواجب والوجوب معا غير مشمولة، قيود الواجب والوجوب معا حكمها حكم قيود الوجوب، فهذه لا يتعلق فيها الوجوب الغيري. إذن الوجوب الغيري يتعلق بقيود الواجب فقط. هذه النقطة الأولى التي يتفقون عليها، بأن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي. النقطة الثانية التي يتفق عليها أصحاب القول الثاني، أي نقصد أصحاب القول الثاني وهم القائلون بالملازمة، يتفقون على أن الوجوب الغيري وجوب المقدمة ليس له حساب مستقل في عالم الإدانة واستحقاق العقاب. يعني مقدمات الصلاة الوضوء، الآن لو لم يأتي بالمقدمة المكلف، لو لم يتوضأ فلم يأتي بالصلاة، الآن هل يعاقب عقابين، عقاب على تركه الصلاة وعقاب على تركه الوضوء؟ وإذا تعددت المقدمات أيضا يتعدد العقاب على هذه المقدمة وعلى الثانية والثالثة والرابعة، إضافة إلى العقاب على ترك الواجب الأصلي. نقول لا يتعدد العقاب، فقط يستحق العقاب
على تركه الواجب الأصلي. لا يتعدد العقاب بتعدد المقدمات، لا يتعدد العقاب بوجود مقدمة أو بتعدد المقدمات. لماذا؟ لأن الواجب الغيري المقدمات حسب الفرض نقول هي مقدمات لواجب، فهي ليس لها ملاك بلحاظ مقدمتها للواجب، هي ليس لها ملاك، وإنما الملاك كل الملاك هو ملاك الواجب النفسي، وهذه مقدمة لتحقيق الواجب النفسي. إذن ليس لها مبادئ وملاكات سوى مبادئ وملاكات الواجب النفسي، فلا تفويت إلا لملاك الواجب النفسي. إذن لا عقاب إلا بهذا العقاب الواحد الذي يترتب على تفويت ملاك الواجب النفسي. هذه النقطة الثانية أيضا محل اتفاق، يتفقون على أن الوجوب الغيري ليس له حساب مستقل في عالم الإدانة واستحقاق العقاب. نأتي إلى نقطة الاتفاق الثالثة، يتفقون أيضا على أن الوجوب الغيري لا يمكن أن يكون مقصودا للمكلف في مقام الامتثال على وجه الاستقلال، أي أن الوجوب الغيري ليس صالحا للتحريك المولوي بصورة مستقلة ومنفصلة عن الوجوب النفسي. يعني لو فصلنا الوضوء عن الصلاة، فهل يوجد محركية؟ هو الوضوء مقدمة للصلاة، لكن لنقول نفصل تأثير الصلاة ووجوب الصلاة، لنغفل عن الصلاة، ننسى الصلاة، نترك الصلاة، هل يوجد محركية للمكلف يأتي بالوضوء؟ لا يوجد. ما هو الدافع للإتيان بالوضوء؟ حتى المسؤولية العقلية أيضا تنتهي إذا لغينا تأثير الواجب ووجوب الواجب، فكيف في المسؤولية الشرعية؟ إذن الوجوب الغيري إذا نظرنا إليه باستقلاله دون لحاظ الواجب النفسي وما ودون لحاظ ترشحه من الواجب النفسي ودون لحاظ الواجب النفسي وامتثال الواجب النفسي، فلا محركية للوجوب الغير نحو المقدمة، نحو ما تعلق به وهو المقدمة في المثال، سواء كانت الوضوء أو كان قطع المسافة في الحج. إذن يتفقون على أن الوجوب الغير لا يمكن أن يكون مقصودا للمكلف في مقام الامتثال على وجه الاستقلال، أي ليس لصالحا للتحريك المولوي بصورة مستقلة ومنفصلة عن الوجوب النفسي، بل يكون التحرك عنه عن الوجوب الغير دائما في إطار التحرك عن الوجوب النفسي. فمن لا يتحرك عن الأمر النفسي بذي المقدمة لا يمكن أن يتحرك، أي لا يوجد مبرر شرعي للتحرك، لا يوجد دافع شرعي للتحرك، لا يمكن أن يتعلم التشريع، لا يمكن أن يتحرك من قبل الوجوب الغيري، فيكون تشريع محرم لو صح التعليم في هذا، أو نقول لا يوجد محركية ولا يوجد دافع شرعي للتحرك، لأن الانقياد إلى المولى والامتثال لأمر المولى والانقياد إلى المولى إنما يكون بأي شيء. كيف الآن نحن نقول هذا منقاد إلى المولى وهذا يمتثل أوامر وهذا مطيع للمولى؟ كيف تحصل الإطاعة ويحصل الانقياد؟ أنت تنقاد إلى المولى، كيف تنقاد؟ عندما تقود شيء تسيره حسب ما تريد، لاحظ حسب ما تريد، حسب إرادتك. فإذا حتى تكون منقادا للمولى، حتى يقودك المولى، حتى يقودك المولى الشرعي في عالم التشريع، نقول يجب عليك أن تمتثل بأوامره. كما هناك أي شيء يريد المولى تكون مع إرادة المولى، كما تقود معك أنت، تقود شيء الصغير مثلا أو تقود شيء آخر، فأينما تريد أن تحرك أو توجه يتوجه هذا الشيء المنقاد معك مع إرادتك وحسب إرادتك. فالمفروض هنا أيضا حتى تكون منقادا ويتحقق الانقياد يجب أن تسير وفق إرادة المولى، لا تشب عنها. فإذا يتحقق الانقياد بتطبيق إرادتك أيها المكلف، بتطبيق إرادتك التكوينية على إرادة المولى التشريعية. يعني ماذا يريد المولى في عالم التشريع؟ أنت تطبق
إرادتك التكوينية على إرادة المولى مثل ما يريد المولى تشريعا. ولما كانت إرادة المولى للمقدمة ليست مستقلة، هي تابعة لإرادة ذي المقدمة. ولو قلنا بالوجوب، لو كان وجوب الوجوب المولوي بالمقدمة هو تابع لوجوب ذي المقدمة، فأنت يجب أيضا أن تتحرك أو تريد المقدمة، يجب أن يكون أو تكون هذه الإرادة أو يكون هذا التحرك وفقا وتابع للتحرك الناشئ من الوجوب النفسي والإرادة المتعلقة بالواجب النفسي، تطبق إرادتك على إرادة المولى التشريعي. إذن يتفقون على أن الوجوب الغيري لا يمكن أن يكون مقصود للمكلف، لا يمكن أن يكون مقصودا للمكلف في مقام الامتثال على وجه الاستقلال، أي ليس صالحا للتحريك المولوي بصورة مستقلة منفصلة عن الوجوب النفسي، بل يكون التحرك عن الوجوب الغيري دائما في إطار التحرك عن الوجوب النفسي. فمن لا يتحرك عن الأمر النفسي بذي المقدمة لا يمكنه أن يتحرك من قبل الوجوب الغيري، لأن الانقياد إلى المولى إنما يكون بتطبيق المكلف إرادته التكوينية على إرادة المولى التشريعية. ولما كانت إرادة المولى للمقدمة تبعية، فكذلك لا بد أن تكون إرادة المكلف في المقدمة أيضا تبعية كإرادة المولى التشريعية. هذا قلنا أولا. إذن يتفق أصحاب القول بالملازمة على عدة أمور، نذكر هنا ثلاثة أمور. الأمر الأول، يتفقون على أن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي ويترتب عليه بعض الأمور. وقلنا يتفقون على أن الوجوب الغيري ليس له حساب مستقل في عالم الإدانة واستحقاق العقاب، العقاب واحد فقط على ترك المقدمة. وثالثا، يتفقون على أن الوجوب الغيري لا يمكن أن يكون مقصودا للمكلف في مقام الامتثال على وجه الاستقلال. نؤكد على هذه النقطة. النقطة الثانية في القول الثاني، قلنا الكلام في أولا وثانيا. ثانيا، يختلف أصحاب القول بالمنازمة، أي أصحاب القول الثاني، يختلف أصحاب القول بالمنازمة في أن الوجوب الغيري هل يتعلق بكل المقدمات، بمطلق المقدمات، بمطلق مقدمات الواجب، كلام قلنا في مقدمات الواجب، هل يتعلق بمطلق مقدمات الواجب أو لا؟ القضية مقيدة حتى نعرف ماذا نقصد بالإطلاق. هل يتعلق بكل المقدمات أو يختص ب، لنذكر جهة الخصوصية أو الحصة التحصيل، نقول هل أن المقدمات نقول ملازمة والمقدمات واجبة، فهل هذا الوجوب ووجوب المقدمة الكلام مع القائلين بالملازمة، هل الوجوب فقط يختص بالمقدمة الموصلة، يعني فقط المقدمة التي توصل إلى ذي المقدمة، هذه فقط هي التي يترشح عليها الوجوب وهي التي يكون لها أو فيها ملازمة أو يوجد بينها وبين الواجب ملازمة في الوجوب، إذا وجب الواجب فهذه تكون واجبة وإذا أريد الواجب فهذه تكون مرادة، يوجد ملازمة بين وجوبها ووجوب ذي المقدمة، ملازمة بين إرادتها وإرادة ذي المقدمة، فقط المقدمة الموصلة يعني المقدمة التي يأتي بها المكلف وبعد ذلك يأتي بها المقدمة والتي توصل إلى ذي المقدمة، أما إذا لم توصل إلى ذي المقدمة فهي ليست بواجبة لا يترشح عليها. هذا القول بالإطلاق. القول الثاني يقول لا، كل المقدمات سواء أوصلت أو كانت موصلة لذي المقدمة أو لم تكن موصلة تكون واجبة وترشح عليها الوجوب. إذن عندي أن يختلف أصحاب القول بالملازمة في أن الوجوب الغيري هل يتعلق بالحصة الموصلة من المقدمة إلى ذيها إلى ذي المقدمة فقط بالحصة الموصلة، أو يتعلق الوجوب الغيري بالجامع المنطبق على المقدمة الموصلة وغيرها. إذن هل يختص الوجوب الغيري بالمقدمات الموصلة أو هو لا أعم من المقدمات فيشمل المقدمات الموصلة وغيرها من المقدمات؟ طبعا يترتب على هذا أمور، لكن على نحو الآن ليس بالتطبيق الشرعي، مجرد فقط نقول على نحو المرحلي في هذه المرحلة. نقول ماذا يترتب؟ نقول وجوب غيري مقدمة موصلة ومقدمة غير موصلة، ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا ضمن هذا السياق والطرح، نقول لو قلنا مختصة بالمقدمة الموصلة فلو أتى المكلف بالمقدمة ولم يأتي بالمقدمة
فإذا قلنا مختص بالمقدمة الموصلة فهنا هل نقول امتثل المقدمة امتثل الوجوب الغيري؟ نقول لا، لم يمتثل، لأن الوجوب الغيري لا يتحقق إلا بالمقدمة الموصلة، وهذه المقدمة غير موصلة، لم توصل إلى هذه المقدمة، إذن لم يتحقق الوجوب. على نحو الطرح أيضا، مجرد على نحو المثال للتقريب، لو نظر أن يأتي بمقدمة واجبة، لو أراد أو نظر أن يمتثل وجوبا غيريا لو صح التعبير بهذا العنوان، فهنا أتى بالوضوء ولم يصلي، هيأ جواز السفر ومقدمات السفر ولم يسافر ولم يأتي بالحج، وسافر ولم يؤدي مراسم الحج، وهو ناظر بأن يأتي بوجوب أو يمتثل لوجوب غيري، فهل امتثل؟ بناء لو قلنا بأن الوجوب الغيري يتعلق بالحصة الموصلة فقط، فهنا لم يمتثل وجوبا غيريا، لأن هذه الحصة غير موصلة بالنسبة للوضوء، لأنه لم يصلي، وهذا المسير أو تهيئة جواز سفر غير موصل للحج، فإذا هذه مقدمة غير موصلة وهذه مقدمة غير موصلة، فلا يتعلق بها الوجوب الغيري بناء على تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة. أما لو قلنا بالإطلاق أو بالعموم لو صح التعبير، أو بالإطلاق أو بشمولة للمقدمة الموصلة غير موصلة، أي تعلق الوجوب بالجامع، الوجوب الغيري بالجامع من المقدمة الموصلة أو الأعم من المقدمة الموصلة وغيرها، فهنا نقول قد تحقق النذر. لماذا؟ لأنه أتى بمقدمة، وهذه المقدمة واجبة بالوجوب الغيري حتى لو لم تكن موصلة بناء على المبنى الذي تحدثنا عنه الثاني، وهو أن الوجوب الغيري يتعلق بالجامع. إذن مجرد المثال لتقريب الثمرة وما يترتب على هذا الأمر. إذن نقول يترتب على هذا أن المكلف لو أتى بالمقدمة ولم يأتي بذي المقدمة أليف، فإنه على المبنى الأول أي التعلق بالحصة الموصلة لا يكون قد أتى بمصداق الواجب الغيري، إذن هنا لا يمتثل ولا يكون قد أتى بمتعلق النذر. أما على المبنى الثاني باء، أما على المبنى الثاني التعلق بالجامع يكون قد أتى بمصداق الواجب الغيري وأتى بمتعلق النذر في المثال الذي طرحناه للتقريب. هذا إذن انتهينا من القول الأول القائل ب عدم الملازمة لا بين الوجوب والوجوب ولا بين الإرادة والإرادة، والقول الثاني هو بوجود الملازمة بين الوجوب والوجوب وبين الإرادة والإرادة. القول الثالث التفصيل، التفصيل بين الإرادة، وهذا هو القول المختار، التفصيل بين الإرادة والوجوب، أي بين الإرادة والحب والجعل، وبين الوجوب بين الإرادة والحب والشوق، وبين الوجوب والجعل والحب. إذن عندي أليف وباء، في الإرادة والحب أليف الإرادة والحب، أي التفصيل فيه أليف وباء، في الإرادة والحب الملازمة بين إرادة شيء وإرادة مقدمة الشيء موجودة ثابتة، تثبت الإرادة أو تثبت الملازمة بين الإرادتين، إرادة الشيء وإرادة مقدمة الشيء، لكن هل يوجد برهان على إثبات هذه الملازمة؟ نقول لا يوجد برهان. لطيف هذا، يوجد برهان؟ لا يوجد برهان. من كيف تحكي؟ من أين تأتي بالكلام؟ التفت إلى الأدلة والاستنتاجات. سلام الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا سيد محمد باقر صلى. نقول هل يوجد برهان على أصل الملازمة إثباتين؟ نقول لا يوجد برهان على إثبات الملازمة بين إرادة الشيء وإرادة مقدمة الشيء، وكذلك لا يوجد برهان على نفي هذه الملازمة، نفي إرادة الشيء، نفي الملازمة بين إرادة الشيء وإرادة مقدمة الشيء. إذن كيف تثبت لي أو تثبت لي بوجود الملازمة؟ نقول لاحظ التفت إلى هذه، نقول لا يوجد برهان ولكن يوجد وجدان، وانتهت القضية. هذا وجدان، طبعا
طرح القرآن، تحدى بالقرآن سلام الله عليه وعلى آله، ولا من مجيب ولا من متأثر ولا من أثار، بل العجز أمام النبي صلى الله عليه وآله. نقول أين البرهان؟ هذه قضايا وجدانية، كل شخص يعرف هذا الدليل. فيوجد أثار ويوجد مؤثر. يوجد أثر هذا قرآن للتحدي، من يأتي بمثله ببعضه تحدى؟ لا يوجد من يتصدى، ثبت العاجز. تحتاج أن تذهب إلى من يثبت لك هذا الأمر، القضية واضحة وثابتة، لا تحتاج، قضية وجدانية. الكل أكبر من الجزء أم أصغر؟ أنا أقول لك الكل، أسأل، الكل أكبر من الجزء أم أصغر؟ من يقول الكل أصغر من الجزء؟ أي عاقل؟ لا يوجد عاقل يتحدث يعني. إذن الكل أكبر من الجزء، ما هو البرهان على هذا؟ تقول لا يوجد برهان، لكن الوجدان يثبت هذا. قضية وجدانية لا تحتاج إلى برهان، الوجدان شاهد على هذا، على أن كله أكبر من الجزء. وهنا نقول لا برهان على أصل الملازمة، لكن الوجدان شاهد بوجود ملازمة بين إرادة الشيء وإرادة مقدمة الشيء. لو صح التعبير ندخل ببرهان لو أو ب باستحضار الوجدان أيضا، أو للتأكيد على الوجدان، أو لتأييد الوجدان، ولكن الوجدان لا يحتاج إلى تأييد. لكن نقول الآن الصلاة، أنا أسأل، الصلاة محبوبة للمولى؟ الآن ليس في الوضوء، الصلاة محبوبة للمولى أو ليست محبوبة؟ الحج محبوب للمولى أو لا؟ لين تحدثنا نتمسك بالصلاة، الصلاة محبوبة أو لا؟ تقول الصلاة محبوبة. الآن نقول المولى يريد من المكلف الصلاة من أجل الصلاة أو من أجل الملاكات والمصالح المترتبة على الصلاة؟ لنقول النهي عن الفحشاء والمنكر، فهذه مقدمة لملاكات، لمصالح، لرقي الفرد، لتزكية الإنسان، للنهي عن الفحشاء والمنكر، للصلة بين العبد وبين الله، للترقي نحو الحضرة الإلهية المقدسة. إذن الصلاة أيضا مقدمة لملاكات، لمصالح ما وراء الصلاة. الآن الصلاة مقدمة والمولى يريد تلك الملاكات، يريد الترقي، يريد القرب، يريد النهي عن الفحشاء والمنكر. قلنا مثال للتقريب وهو ثابت، هذا فعلا يوجد، الصلاة وكل العبادات هي مقدمة للتكامل الفرد وتحقيق الصلة والارتباط والرقي نحو الله ونحو الحضرة المقدسة. إذن من منكم يستطيع أن ينفي حب المولى للصلاة لفعل الصلاة؟ لا نستطيع، والصلاة مقدمة وهنا يوجد حب للمقدمة. من أين نشأ هذا الحب؟ من حب للمقدمة، من حب تلك الملاكات والمصالح، وهذه قضية ثابتة. فإذا أنكرنا التلازم بين إرادة الشيء وإرادة وإرادة المقدمة، فعلينا أن ننكر إرادة وحب وشوق المولى للصلاة، لا يحب الصلاة ويحب ما وراء الصلاة، علما بأن الثابت حب الصلاة أيضا، أن المولى يريد الصلاة، يحب الصلاة، يشتاق إلى الصلاة. مجرد لنقول هذا عبارة عن نوع من البرهان يطرح في هذه المرحلة، إضافة إلى قلنا الوجدان يحكم بهذا. إذن الإرادة والحب، فالملازمة بين إرادة الشيء وإرادة مقدمته ثابتة، ولا برهان على أصل الملازمة، ولكن الوجدان يشهد على هذا. هذا أليف الإرادة والحب. باء، لأن الكلام في التفصيل، باء الوجوب، الكلام تحدثنا مرة في مرحلة الإرادة والحب، ومرة نتحدث في مرحلة الوجوب، الجعل الحكم. أما في الوجوب فنقول لا يوجد ملازمة. لماذا؟ لأن الوجوب هو جعل واعتبار، وهذا بكيف المعتبر؟
حسب ما يريد المعتبر، حسب ما يرغب، وهو مخير المولى، يعتبر هنا ولا يعتبر هناك. فلو أراد أن يعتبر لاعتبر ولا جعله، فإذا جعل لي للمقدمة شيئين فليس بضرورة أن يجعل للمقدمة أيضا ذلك الشيء. في الحب لابد من يحب شيء يحب مقدمات الشيء، لا يستطيع أن يحب الشيء ويبغض مقدمات الشيء، أيضا يحصل تنافي وتضاد، لأنه عندما يبغض المقدمة فلا يريد المقدمة وينهى عن المقدمة، إذن لا يتحقق الشيء. كيف يحب الشيء ويريد الشيء ويشتاق إلى الشيء ويطلب الشيء تشريعا وهو يبغض مقدمة الشيء ويحرم مقدمة الشيء؟ والشيء يعتمد على تحقيق هذه المقدمة، والمولى يقول هذه المقدمة حرام، هذه لا تصدر من المولى غير معقولة. لكن الاعتبار الجعل هذا بيد الجاعل، يجعل هنا ليس بالضرورة يجعل هناك. فلا يوجد ملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمة الشيء، لأن الجعل فعل اختياري للفاعل للمولى للحاكم، ولا يمكن أن يترشح بالضرورة. هناك إرادة حب، هنا يترشح حب للمقدمة، حب للمقدمة يترشح بالضرورة الحب والشوق للحب للمقدمة، يترشح بالضرورة منه حب لحب للمقدمة، لأن المقدمة لا يتحقق إلا بتحقق المقدمة، فيترشح حب وإرادة للمقدمة بالضرورة يترشح. أما بالاعتبار هو يعتبر هذا هو الذي يجعل، فكيف بالضرورة ويجبر المعتبر ويعتبر للمقدمة؟ لا يوجد ضرورة ولا يوجد إجبار على هذا الأمر، لأن الجعل فعل اختياري للفاعل، لا يمكن أن يترشح من شيء آخر ترشحا ضروريا. ما هي ثمرة البحث؟ قالوا بأن الثمرة، قالوا ما هي ثمرة البحث؟ قالوا بأنه لا ثمرة للبحث. لماذا؟ تذكرون النقاط التي اتفق عليها. قالوا لا ثمرة للبحث ما دام الوجوب الغيري غير صالح للإدانة والمحركية. أنتم قلتم من نقاط الاتفاق بأن الوجوب الغيري غير صالح للإدانة والمحركية، لا عقاب عليه ولا يستحق العقاب ولا تعدد للعقاب ولا فيه محركين، وإنما هو تابع محض الوجوب النفسي. إذن لا إدانة لا محركية إلا الوجوب النفسي، والوجوب النفسي يكفي وحده لجعل المكلف مسؤولا عن الإتيان بالمقدمات، مسؤولا عقلا عن توفير المقدمات، لأن امتثال الوجوب النفسي لا يتم بدون توفير المقدمات. وعليه لا فرق، إذا قلنا بالوجوب الغيري يوجد ملازمة، لا يوجد ملازمة، ما هي الفائدة؟ المسؤولية متحققة بالوجوب العقلي الناشئة من الوجوب النفسي بذي المقدمة، فما هي فائدة الوجوب الغيري؟ إذن لا فائدة، يكون على نحو الله الحديث بهذا وعلى نحو اللغوية، ولا فائدة فيه والقضية متحصنة وثابتة. نقول هذا أولا ثمرة البحث، أولا قالوا بأنه لا ثمرة، ثانيا نقول لا يمكن تصوير بعض الثمرات نذكر منها. أولا في المثال سنطبق، نقول إذا كما طرحنا مثال للتقريب قبل قليل، نقول إذا وجب إنقاذ غريق، إذا وجب إنقاذ غريق يجب عليك إنقاذ غريق، غرق شخص وأنت يجب عليك إنقاذ هذا الغريق، وتوقف الإنقاذ على مقدمة محرمة لكنها أقل أهمية، تدخل في مزرعة الشخص مثلا، تدخل في حديقة إنسان، تدفع شخصا لو صح التعبير، المهم كإتلاف زرع الغير، وهذا المثال الذي يطرح، تقول فإنه يجوز للمكلف، واضح القضية، يجوز للمكلف ارتكاب المقدمة المحرمة لأنها أقل أهمية هنا، وهناك إنقاذ نفس إنقاذ غريق، فإنه يجوز للمكلف ارتكاب المقدمة المحرمة تمهيدا لإنقاذ الغريق. الآن نقول فإذا افترضنا أن المكلف ارتكب المقدمة المحرمة ارتكب المقدمة المحرمة لكنه لم ينقذ الغريق، ارتكب المقدمة المحرمة لكنه لم ينقذ الغريق، لاحظ ماذا يحصل عندي؟
عندي هنا احتمالات، ثلاثة احتمالات. من أين تترتب؟ تترتب من البحث كان عن أي شيء يدور، يدور يوجد ملازمة أو لا يوجد ملازمة، ومع وجود الملازمة نقول هل هي مختصة بالمقدمة الموصلة أو بغيرها حتى نعرف الصور التي أو الاحتمالات المتصورة. فهنا نقول، نقول إذن اجتاز المزرعة وأتلف الزرع أو ارتكب المحرم و لنقل تحقق الغصب أيضا هذا كمثال ولم ينقذ الغريق. الآن نقول أليف الاحتمال الأول، فعلى القول بالملازمة يوجد ملازمة وبأن الوجوب الغيري يتعلق بالجامع من الموصلة وغير الموصلة بين الحصة الموصلة وغيرها، فإن المقدمة التي ارتكبها المكلف تقع مصداقا للواجب، فهذه واجبة فلا حرم عليه في اجتياز هذا هذه المزرعة، ولا تكون محرمة في تلك الحالة لامتناع اجتماع الوجوب والحرمة على شيء واحد. هذه الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وعلى القول بالملازمة يوجد ملازمة لكن لا نقول بتعلق الوجوب الغير بالجامع، وبأن الوجوب الغير يتعلق بالحصة الموصلة فقط، وهنا هو ارتكب المقدمة واجتاز، لكن هل أوصلت إلى أنقاذ الغريق؟ هل أنقذ الغريق؟ لم ينقذ الغريق، إذن هذه المقدمة صارت مقدمة غير موصلة، أو هي مقدمة غير موصلة. وبناء على هذا الفرض الثاني أنه يوجد ملازمة لكن فقط مختص بالمقدمة الموصلة، إذن هذه ليست بواجبة، إذن يشملها الحرمة، لا يوجد محذور باجتماع الأمر والنهي، إذن تبقى المقدمة منها عنها بعنوان الغصبية مثلا أو إتلاف زرع الغير أو الأضرار بالغير. فلا تقع المقدمة التي ارتكبها المكلف مصداقا للواجب ولا موجب حينئذ لسقوط حرمتها، بل تكون محرمة بالفعل. وطبعا قلنا الحرمة بناء على هذا الفرض فقط تسقط عن المقدمة الموصلة وهذه ليست موصلة. الاحتمال الثالث جيم، وعلى القول بإنكار الملازمة أصلا فلا تقع المقدمة التي ارتكبها المكلف مصداقا للواجب ولا موجب حينئذ لسقوط حرمتها، بل تكون محرمة بالفعل. واضح هذه الثمرة المترتبة على بحث القول بالملازمة أو عدم الملازمة، والقول بالملازمة على أيضا اختلاف القول بالملازمة على أنها ثابتة في الموصلة أو عام من الموصلة وغيرها، ويأتي إن شاء الله إكمال البحث في الدرس القادم إن شاء الله إذا بقية الحياة. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.